ننتقل الآن إلى شرقية لنقل مؤتمر صحفي لحملت على الشنت ابنيها للمطالبة بترشح رئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية. العنف في العالم كله مش في المنطقة العربية فحسب. أنا في اعتقادي أن كل الأهداف اللي بيدعي ليها الرئيس عبد الفتاح السيسي من مكافحة الإرهاب، من الوقوف خلف الدولة، من بناء البلد من أول وجديد، كلها أهداف تستحق أن احنا نقف جنبه عشان يكمل المسيرة. في ناس النهاردة بتستهدف الرئيس بشكل شخصي، في ناس النهاردة هدفها أن ما يشوفوش عبد الفتاح السيسي في الصورة، ولكن في اعتقادي أن احنا زي ما وقفنا قبل كده معاه وقلنا له اطلع علشان تكمل واطلع عشان تقف عشان خاطر نعرف نطلع من بيوتنا. انا كنت امبارح مع رئيس البرلمان المجري، السفير قال له ان هو طلع قعد قدام السفاره في الزمالك في فتره الثوره، في فتره القلق، في فتره التوتر. تخيلوا ان سفير قعد بعصايه قدام سفارته علشان خاطر يحمي مبنى السفاره. الى اي مدى كنا واصلين؟ يعني ده الكلام اللي بيقوله لي رئيس البرلمان المجري، واحد من اكبر السياسيين في اوروبا، بيقول لي احنا كلنا عارفين ان الرئيس السيسي صح، بس في ناس ما بتعلنش، في ناس في اوروبا كدابه، في ناس في الغرب كدابه، بيقول لبلده حاجه، بيقول للشعب عنده حاجه، وهو مقتنع بكلام تاني. للاسف الشديد في ناس كتير قوي بيتبنوا هذا المنطق في العديد من الدول. في دول النهارده حاطه مصر في دماغها، حاطه جيش مصر في دماغها، حاطه قياده مصر في دماغها. الدول دي اشتغلت معانا مره بقناة الجزيرة، واشتغلوا معانا مرة بإعلام مغرض كل يوم يعني اسمحوا لي ان انا اقعد بناء على طلب التلفزيون علشان خاطر هم يستمروا في تغطيتهم. في دول عندها استعداد تدفع الغالي والرخيص علشان خاطر تهدد امن واستقرار مصر. انا سعيد ان احنا في قرية في مركز جوه محافظة الشرقية، وبنجد هذا الكم من الحضور، وبنحس ان الدعوة ليها صدى. انا واثق ان شاء الله رب العالمين ان تواجدكم ويعني حضوركم ان شاء الله رب العالمين هيبقى في بداية التعريف بحملة علشان تبنيها، وندعم جميعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستمرار في بناء الوطن، في الحرص على امن مصر واستقرار شعبها. وبشكركم شكرا جزيلا، وبعتذر عن الإطالة، وبأرجو ان احنا نستمع من الأستاذ سويد ومن المنصة، وشكرا جزيلا لسيادتكم. يعني مبدئيا بنقول يعني متشكرين على الدعوة الكريمة لحضراتكم، للسيد العمدة محمد أبو صاطي، لكل واحد في أهالي أبو حماد اللي هي يعني أهل الكرم دايما كما عودونا. عايزين، وطبعا شكرا لكل المنصة الكرام ولكل واحد كلف نفسه وجه لحد هنا. الهدف ان احنا نتكلم معاكم اكتر. احنا بنمثل حملة شعبية، الهدف منها ان احنا نتكلم مع الناس والناس تتكلم معانا. فكرة الاتصال من اتجاه واحد او انه احنا نقول للناس اعملوا ايه، ده خلاص بعتقد انه ما عادش ينفع انه حد يقول لحد تعمل ايه. لازم ان ما كنتش انت مقتنع وجيت النهاردة عشان تسمعني، وانا قبل منك جيت علشان اسمعك، يبقى احنا الاثنين مش هنتكلم مع بعضنا. وطول ما فيش كلام يبقى ما فيش حوار، يبقى ما فيش تواصل ما بيننا. الاول انا بس بحب اعرفكم يعني ايه علشان تبنيها. هي حملة شعبية عملها مجموعة من الشباب، مجموعة من الاهالي في القرى في النجوع. كل المصريين عايزين يعبروا عن رغبتهم في ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يكمل او لا. طبعا ده حق مكفول للجميع. طيب احنا كمجموعة من الشباب بنقول ان احنا هنبلغ صوت الراغبين في ان هم يوصلوا للرئيس كلمة لو سمحت عايزينك تكمل معانا، فبنقول هو ده. بس مفيش زي ما بيقولوا مفيش توكيل على بياض. حد بيدي حد توكيل على بياض؟ فكل واحد رقم واحد لازم يسأل نفسه، هو احنا في الاربع سنين دول مرينا بايه؟ زي ما تفضل وقال سيادة النائب، يعني عرج كده على السريع على الملفات الدولية واللي حوالينا واللي احنا شايفينه، الملفات المحلية والداخلية. كلنا عانينا وبنعاني من ارتفاع الاسعار، عانينا من انه ضيق ذات اليد في فترة من الفترات. ولكن تعيش كريم ولا تمد ايدك وتبقى الدنيا مبسوطة معاك؟ ما هو الشحات اللي بيقف قدام مسجد
او اللي هو بيقرر ان هو يعمل ممكن يجمع فلوس كويسة كل يوم، بس هو في الاخر قدام نفسه هو مش فلوسه وما تعبش عليها. فهي يمكن كنا بنتكلم يعني مع مجموعة من الاصدقاء وبنقول هو ليه الرئيس ملوش حزب؟ مش كان اسهل من كل اللي احنا بنعمله ده وبنقول علشان نبنيها وعلشان وحملة معانا وحملة ضدنا وناس بتتكلم هنا وناس بتتكلم هناك، طب ما كان الرئيس يبقى له حزب وريح نفسه وريحنا ويبقوا الناس هينظموا الدنيا وكل واحد معروف في المركز ده هو ده بتاع الرئيس وكل واحد معاه توكيل وكام. الراجل ده هو اللي اختار الطريق الصعب وصعبها علينا وعلى نفسه، واخد بال حياتك؟ رقم واحد قال انا حزب الناس، عشان كده احنا النهارده اتحدى لو كان حد فينا بيجمعه مع التاني انتماء سياسي الا اذا كان بالصدفه، لكن لا انا عارف مين اللي هو بينتمي لتيار ديني ولا مين اللي بينتمي لتيار ليبرالي ولا مين اللي ناصري، كلنا قاعدين مع بعض. حد سال حد قبل ما يجي هو قاعد هنا ليه؟ كلنا قاعدين بس بيجمعنا حاجه واحده، حب الرئيس. لذلك الرئيس فلسفته في هذا الموضوع ان انا حزب الشعب، واذا الشعب اتكلم وقال لي كمل هانزل على ارادته، اذا ما قالش وهو قال اذا كنت انا واحد من المؤمنين بإرادة ربنا في إنه قل اللهم مالك الملك يؤتي الملك من يشاء أو تؤتي الملك من تشاء، فأنا مؤمن بالجزء الثاني من الآية وينزع الملك ممن يشاء. طبعا كلنا سمعنا الكلام ده من السيد الرئيس. علشان كده النهاردة إحنا قاعدين جنب بعض، مختلفين في درجة التعليم، مختلفين في الأسماء، مختلفين في التوجهات، بس كلنا عايزين نقول كلام كله بصب في انه عايزين هذا الرجل يكمل معانا علشان تبنيها. دي كلمة يمكن خلال الاربع سنين انت نفسك لو بتبني بيتك السنوات اللي بتبني فيها بتبقى سنوات صعبة، ابنك اللي في المدرسة بتتأخر عليه شوية في المصاريف، مش بتديله اللي هو عايزه، مش عارف مين بتعمل ايه، اول ما تبني بتلاقي الدنيا فكت معاك شوية بتبدأ تشتغل في اللي بعد البنى. احنا في الاربع سنين اللي فاتوا لو شفنا شبكة الطرق اللي اتعملت، ويعني ايه طرق؟ طرق هي شرايين الحياة، لو ما عندكش طريق يبقى ما عندكش تجارة، ما عندكش لا بضاعتك هتتنقل ولا المحصول بتاع البلد بتاعك هيطلع ولا هتلاقي حد يشتري منك ولا حد يبيع لك ولا حد هيروح، ما فيش استثمار. فشبكة الطرق دي مش رفاهية، ومش بس علشان حضرتك تتحرك، بس في الاقتصاديات العالمية بيقول لك لما يحصل تضخم او ركود اقتصادي استثمر واشتغل في مشروعات البنية التحتية. ليه مشروعات البنية التحتية؟ علشان هي أكبر مشروعات كثيفة للعمالة.